بعيدا عن الأوضاع الميدانية والعسكرية، اليوم هناك وضع مأساوي صعب جدا، يعني حقيقة وضع تدمي له القلوب في ظل درجات الحرارة. الآن درجة الحرارة في الغوطة الشرقية 4 تحت الصفر. سوف نكون الآن في جولة لنرى أوضاع النازحين الذين نزحوا من منطقة المرج إلى الغوطة الشرقية. هؤلاء هربوا من تحت ضربات ميليشيات الأسد التي تستهدفهم بالصواريخ وأيضا بالمدافع. طبعا سوف ندخل الآن أحد منازل النازحين، طبعا هو ليس منزل، سوف تتفاجؤون الآن بما هو موجود داخل هذا البيت. مرحبا عمو. السلام عليكم. السلام عمو. أنتم منين نزحتوا؟ والله مزغية. طيب انا تفاجأت بصراحه وقت شفت شلون عم تناموا. هلا صار له اسبوع المطر كان عجيبي، يعني ما فات عليكم المطر؟ يعني انا شايف بالحرامات مغطي قاعدين تحت حرامات ومعاملين هيك بيت بحديد بواري وقاعدين. احكي لنا على الوضع، انت شلون نزحت؟ اساسنا مزمانيه نزحنا، مزمانيه نزحنا على شيء غدينا، نزحنا على زغيه غدينا، نزحنا من زغيه لهون وشوفت عينك. هلا بس تشتي الدنيا تفرج بعينك المي، شوف شو معيره بتطلع، طلع هناك شايف المي شو معيره؟ عم نحط القوده بنحط مشان شو، مشان هالاولاد ما تعبى بالليل. يعني والله نحط البنت بحضن هيك معبط عبط بس مشان شو دفيه ذيك، شايفه بعينك اتفرج. يعني خليها الله، بدنا بس ادويه، بدنا شيء بس مشان الاطفال. حسبي الله يعني والحاله، شايف لا شغل لا في شيء. واحد طيب فرجينا البيت شلون عامله انت، معليش نحن بدنا يعني الصوره نوصلها للجمعيات الاغاثيه والمجالس المحليه. طلعها هاي من الشتاء الدنيا، طلعها شوفت عينك. هون ما في حيطان طبعا، ما في. هلا هذا كلياته شوفت عينك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى السقف يمكن كمان ما في، كله عم يشرع عليه. طلع المي، طلع الاراضي وين كله، ما كله بيض هي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لحد الان ما نشوف، بدنا نطالع الشمس ما عم تطلع. سبحان الله لحد الان ما طلعت الشمس. شلون عم تدبروا حالكم بالاكل بالحطب؟ والله عاد مثل ما قال من هون الله مع مين سانه، ولا حول ولا قوه الا بالله. هلا طبعا اجوا بعض جمعيات، بس هذا اللي شفته، يعني انه اجوا يمكن جمعيه او تنتين اللي عندكم لهون، بس يعني الشيء اللي قدموه يمكن ما بكفي ايام بسيطه. ما في كل يوم يعني بيوم، وشو بدي اسوي يا حجي؟ ما شغله يعني ما بتنحكى فيها. طيب ما حوزعوا لكم شواذي خيام؟ اعطوني الشاد، طلع هذا وشايفه، هذا سلموكم اياه؟ اعطوني انا بس هذا الشاد. بس الشاد هو عم تطبخوا بالتبن؟ ايه والله طلع عبيته، هلا بدي اطبخ فيه. شوف كله مي، يعني غصب يولع معي هلا. يعني والله يعني ما عملت. هلا انتم يعني هذا التبن عم تستعملوه؟ ما في ما في حطب، ما في مازوت، ما في؟ لا والله غصب يولع معي، نشلخ من اواعينا انت لاخي انت ونولع التبن حتى يولع حتى نطبخ الطبخه فيه. ما يعني اقول لك شو، بس بدنا شيء مغول نحط التبن على المي، الحطب غطينا المي ما يولع معنا. والله كثر اوائل الاولاد شلخته وولع النار فيه. شاري والعميه شوفوا. لا في عندي ولد شهرين والله يطلع عيني، بس طلع شيء ستره لها صغيرة يخطي عنوان، والله شي جاكيت شي كزمه تقول لك وتطلع شلون كمان شهرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. جوا عاد ما عم يمكي عاد ما عم نبرد كل الليل بطلع عيني بس. شوفي ما عم يحسن يمشي غطين. والله يا حرام الشوم على هاي الاولاد، حط ايدك بوز ايديها ما عم عاد ما بدك. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا جزء بسيط، الان سوف نكون في جولات اخرى. طبعا هذا يعني يشبه المعسكر، هنا عائله وفي الجوار عائله اخرى. سوف نكون الان في جوله على جميع الخيام ان شاء الله لنوصل معاناه وما يعانيه حقيقه هؤلاء. وضع مأساوي جدا يعيشه هؤلاء المحاصرين. على تصوركم معنا وتوقفتكم معنا، الله يجزيكم الخير يعني في الحال، يعني كثير يعني عم تساعدونا. الله يوفقكم ويمد باعماركم يا رب، يجزيكم على عمل الخير علشان الاطفال هاي اللي طالت من البرد. والله يعني شو بدنا نساوي ما بعرف الله. بينما بعض المسؤولين يجلسون الان في الخيم وتحت المدافئ، وايضا عناصر الائتلاف والمسؤولين المتواجدين في الفنادق يجلسون الان تحت المكيفات، يتركون هؤلاء الاطفال يبهدون من البرد. حسبنا الله ونعم الوكيل.